الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه يا رب عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، ها نحن في العشر الأواخر من رمضان، قد أوشكت بأنوارها وفضائلها ومنح الله عز وجل التي تحملها إلى البشرية. فيجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نتعامل مع هذه الأيام كما تعامل معها خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والأعمال بالخواتيم، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه أصحابه رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فهذا رسول الله في العموم كان أجود الناس في كل زمان ومكان. والجود معناه كثرة العطاء بالخير والشجاعة والكرم، فكان صلى الله عليه وسلم هكذا طوال حياته، ويزداد هذا الجود في رمضان حينما يأتيه جبريل. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان يشتد جوده صلى الله عليه وسلم وعبادته لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان. في العشر الأواخر من رمضان، وهذا ما حكته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا الليل كله في العشر الأواخر من رمضان، أحياه بالعبادة، وفيه دلالة على أن الإنسان أحيانا ليله يكون حيا وإنسان آخر يكون ليله ميتا. فمن أراد أن يكون ليله حيا بالعبادة فعليه أن يكثر في الليل من العبادة. وهذا كان ديدنه صلى الله عليه وسلم في طوال العام، كان لا يترك القيام ولا يترك قيام الليل. وهذا ما روته سيدة عائشة رضي الله عنها أيضا،
قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان ولا في غيره، أو ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. ويزداد هذا منه في العشر الأواخر من رمضان يحيي جميع الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يوقظ أهله في سائر العام ويحسهن على ذلك، فيقول صلى الله عليه وسلم: أيقظوا صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله، أو أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت أهل زوجها أي للصلاة، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي هذا الحديث أحيا الليل بذاته صلى الله عليه وسلم وأيقظ أهله أي لإحياء الليل معه. ومن خلال ما سبق من الأحاديث رحم الله رجلا قام من الليل وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، والمرأة كذلك. أيقظوا صواحب الحجر، أحيا الليل في رمضان وأيقظ أهله، هذا يدل على أن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مفاعلة بينه وبين أهله، وهذا ما يجب على كل مسلم، أن يفعل الخير ويحب أن يشاركه أهله زوجه وأبناءه في فعل هذا الخير. إذ لا يصح أبدا أن يكون إنسان يصلي الصلوات في أوقاتها وفي المسجد ويحيي الليل ويقرأ القرآن ويتعبد لله عز وجل بالليل والنهار وزوجته لا تصلي وأبناؤه لا يصلون أو لا يشاركونه في العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. فيجب عليك أن تحب فعل الخير لنفسك من العبادة، وتحب أن يشاركك أحبابك أهلك وأزواجك والناس أجمعين في فعل هذا الخير. أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، وشد مئزره أي اجتهد في العبادة، أو اعتزل النساء. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان يوليها اهتماما. وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم في رمضان العشر الأواخر من كل عام، حتى كان العام الذي قبضه الله عز وجل فيه اعتكف 20 ليلة. وكان سيدنا جبريل عليه السلام يراجعه القرآن في رمضان كل عام مرة، وراجعه صلى الله عليه وسلم في العام الذي قبض فيه مرتين. الأعمال بالخواتيم أيها الإخوة الكرام، فيجب علينا أن نتنبه لذلك. وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، وربما تقول: لماذا كل هذا الاهتمام بالعشر الأواخر من رمضان؟ العشر الأواخر من رمضان أو العشر الليالي الأخر من رمضان هي من أفضل ليالي العام، من أفضل ليالي العام. هناك 10 أيام هي أفضل أيام العام، وعشرة ليال من العام هي أفضل أيام العام. العشرة أيام التي هي أفضل أيام العام: العشر الأول من ذي الحجة
فيها فريضة تقام لله عز وجل، فيها الوقوف بعرفات. وأفضل ليالي العام هي الليالي الأخيرة من شهر رمضان، لأن فيها نزل القرآن فباركها الله عز وجل وجعل لها شأنا. أيها الإخوة الكرام، فيه ليلة خير من ألف شهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: فيه ليلة خير من ألف شهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويقوم العشر حتى يصادف هذه الليلة المباركة. أيها الإخوة الكرام، فيه ليلة القدر، وليلة القدر كما حكى الله عز وجل في القرآن، فقال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ونحن نحب أن نعيش سويا مع هذه المصطلحات الإلهية في هذه السورة المباركة، حينما يقول: إن أنزلناه في ليلة القدر. إن هنا يتكلم سبحانه وتعالى بصفة العظمة عن ذاته، وهو العظيم سبحانه وتعالى، تكلم بصفة العظمة عن ذاته فيقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وهنا وأنا أقرأ هذه الآية أقول: على ما يعود الضمير في قوله أنزلناه؟ الهاء هنا لابد وأن تعود على مسكوك. فرقت السورة التي فقرات السورة التي قبلها فوجدتها سورة العلق. الله سبحانه وتعالى يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ يا محمد، أي القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأنه في السورة الثانية التي هي سورة القدر يقول: إنا أنزلناه هذا القرآن الذي تقرأه يا محمد، ونأمرك بقراءته: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أو حينما يطلق الإنزال في القرآن الكريم، فإذا كان هناك إطلاق فهو يعود على القرآن الكريم لأنه معلوم لدى السامع. إن أنزلناه، أي نحن لا سوانا. وقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإنزال من عندنا، والحفظ لهذا القرآن من عندنا. إن أنزلناه في ليلة مباركة. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك، أي لهذا القرآن، ولا تتحول منه إلى غيره، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال جل في علاه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أنزلنا القرآن بالحق ونزل القرآن بالحق، فمن أراد الحق وحده فعليه باتباع القرآن الكريم. قل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.
فالله سبحانه وتعالى يحدد جهة القرآن بأن القرآن من الله ومصدره من السماء، فيجب على البشرية أن تتوجه إلى قانون السماء وتترك قوانين الأرض إن أرادت الفلاح. أنزلناه تثبت صفة العلو لله سبحانه وتعالى. أنزلناه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أنزلناه نزل بالحق وبالحق نزل، وأنت تسمع هذا المصطلح النزول ونزل وتقول كيف نزل القرآن، وبالفعل كيف نزل القرآن؟ القرآن وما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله، هو كلام الله أنزله الله عز وجل بواسطة أمين الوحي جبريل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، المتحدى بأقصر سورة منه أو بآية منه، هذا هو القرآن. وكيف نزل القرآن؟ حينما تقرأ في تفسير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر، أو تقرأ في الكتب التي عنيت بعلوم القرآن مثل كتاب الإتقان للسيوطي أو البرهان للزركشي أو مناهل العرفان للزرقاني، وهم يتكلمون عن تنزلات القرآن الكريم. القرآن الكريم له تنزلات ثلاث، وهذا وارد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القرآن التنزل الأول للقرآن بأن الله عز وجل قضى كلامه وأنزله في اللوح المحفوظ، وهذا هو التنزل الأول. ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا يسمى ببيت العزة. وتنزل الأول والثاني كان في ليلة واحدة بكيفية لا يعلمها إلا الله، وتنزل الثالث نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما على حسب الوقائع والأحداث. وأنا أرجو منك أن تسمع هذا وأن تجول بخاطرك فيما تسمع. القرآن نزل جملة واحدة في ليلة واحدة، ليلة مباركة كما قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، وهي مباركة وسماها الله بذلك لنزول القرآن فيها. إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة مباركة، في ليلة القدر، أنزلناه جملة واحدة في ليلة القدر، وسميت بليلة ذات قدر لأن الله عز وجل إله ذو قدر سبحانه، وكلامه ذو قدر، ونزل بواسطة ملك ذو قدر في ليلة ذات قدر على أمة ذات قدر، لذلك سميت ليلة القدر ببركة القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، في ليلة واحدة وبعد ذلك
ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 23 عاما. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الله حينما أنزل كلامه في ليلة واحدة إلى سماء الدنيا في بيت العزة، معنى أن الله قضى كلامه وأتمه، وبعد ذلك علم أنه ستحدث حوادث ينزل القرآن لها، فيأمر أمين الوحي جبريل أن يأخذ الآية التي تصلح للحادثة أو الواقعة أو بدء العبادة أو نسخها أو غير ذلك. معنى هذا يدل دلالة واضحة على سبق علم الله في خلقه سبحانه، حينما أنزل القرآن جملة واحدة علم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يختلي بربه، يتعبد إلى الله عز وجل الليالي ذوات العدد، وعلم بأن الرسول سيكون في الغار في ليلة كذا، وينزل عليه أمين الوحي جبريل فيضم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل جاءني جبريل فضمني وقال اقرأ يا محمد، قلت ما أنا بقارئ فضمني ثانية وقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي لم أقرأ، أنا لم أعرف القراءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، والأمية في حق أي إنسان النقص، وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كمال، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يكتب في كتاب ولم يقرأ في كتاب، وإنما الذي تلقاه وحيا من الله سبحانه وتعالى مصدره من الله. فضمني الثالثة حتى بلغ مني الجهد وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إن الذي خلق الإنسان من علق قادر على أن يجعلك أن تقرأ دون علمك بالقراءة يا محمد. اقرأ وربك الأكرم، فمع كل قراءة للقرآن كرم من الله سبحانه وتعالى. وعلم بأنه ستأتي امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ما لها واقعة أو لها مشكلة، وستذهب إلى رسول الله وتريد الحل من عنده، والله عز وجل قضى كلامه وعلم بأن هذه المرأة ستأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأله حلا لمشكلتها، وسينزل جبريل عليه السلام آنها على رسول الله بهذا الحل من القرآن الذي قضاه الله عز وجل قبل ذلك، وهي خولة بنت ثعلبة مثلا حينما تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها مشكلة. وأنا أردت أن آتي بهذا أو بهذه الحادثة لأننا في هذه الأيام في حاجة إلى لم الشمل وإلى علاج الجرح وإلى الإصلاح بحق، ويجب علينا أن ننوي الإصلاح وأن نفعله. وخول هذه لها مشكلة، ولكن حينما تتأمل في تصرفاتها ستعلم بأن هذه المرأة مصلحة اجتماعية في جميع الجوانب. نتعلم، لأن الأسر مفككة والبيوت
متصدعة والعقول متحجرة أو متعصبة أو جاهلة، كل مشكلة لها حل، كل مشكلة لها حل، كل مرض له دواء. قال رسول الله: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فتداووا عباد الله. خولة بنت ثعلبة هذه تحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أريد أن أجول معكم في مصطلحات كلامها. خولة بنت ثعلبة هي زوجة لرجل اسمه أوس بن الصامت، تحكي وتقول: رجعت زوجي في مرة من المرات، يعني كما أن المرأة تراجع زوجها في الكلام أو في الأفعال. قالت: وكان رجلا كبيرا فقيرا سيء الخلق، فقير كبير في السن سيء الخلق، لم يكن هذا خلقه أي سيئا، ولكن في رواية أخرى وهي تشكي لرسول الله تقول: يا رسول الله، إن أوس كبر سنه وساء خلقه، هو فقير، وزاد عليه أنه كبر سنه وساء خلقه يا رسول الله، فما سبب سوء الخلق؟ كبر السن. الرجل منا إذا كبر سنه ضعفت قواه، لا يستطيع كثرة الكلام ولا كثرة المراجعة، وهذا يجب أن يراعى من الصغار للكبار، أو يراعى من المرأة لزوجها، أم من الأولاد لآبائهم. صار أبوك كبيرا لا يحتمل معاناتك ولا كثرة أفعالك ولا سيء خصالك، يكفي أن يقول هذا صواب لك وهذا خطأ، ولا تراجعه كثيرا. أوس كبر سنه وساء خلقه، وبكرت له بطني وأرضع له ثدي وأكل شبابي. تقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة، وبعد أن كان الأمر هكذا يا رسول الله ظهر مني، ولكن تبدي حيثيات واعتذارات له لزوجها، معنى هذا كبر سنه ساء خلقه، رجعته فغضب وظهر مني. ماذا تفهم أنت من هذه المرأة؟ فظهر منها، والظهار كان في الجاهلية طلاقا، خلاص طلقت، فهي تريد ماذا؟ تريد أن ترجع لعصمة زوجها لكي تحافظ على أولادها وعلى بيتها، وتقول كلاما فيه اعتذار عن زوجها: كبر سنه ساء خلقه، رجعته يا رسول الله. حتى قال ما قال: أرجو أن نسمع هذا ونعيه من هذه المرأة التي سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ورضي قولها، ولم يعب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا خولة، ما أعلم لك إلا أنك قد حرمت علي. وهي تقول: يا رسول الله، لي منه أولاد. أرجو أن تركز في هذه المصطلحات: لي منه أولاد يا رسول الله، انضممتهم إلي جاعوا، لأن الأموال مع أبيهم، المحل مع أبيهم، المصنع مع أبيهم، المرتب مع أبيهم، انضممتهم إلي جاعوا يا رسول الله. وإن ضممتهم إليه ضاعوا يا رسول الله، ضاعوا، يكونون أولادا دون أم،
كنونا في حاجة إلى رعاية وعناية، يراعى الصغير ويرشد الكبير، حاجة إلى حنان أمهم وعطفها. هكذا تشكو هذه المرأة وتقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أعلم لك إلا أنك قد حرمت علي. وتشكو حالها إلى الله، وهذا فيه رد قوي على شبه المستشرقين والمشككين والمعاندين والجهل والقاصدين الذين يقولون بأن القرآن من عند رسول الله. هذا رد قوي على هذه الشبهة، لأن القرآن لو كان من عند رسول الله ما توقف هذه المدة حتى يجيبه. قل: ما أعلم لك إلا أنك قد حرمت علي. وتقول هذا الكلام ورسول لا يجد جوابا إلا هذا، معنى أنه بأن القرآن ليس من عنده، لو كان من عنده لأجاب المرأة. ولكن ظلت تشكو إلى الله وتكرر شكواها إلى رسول الله حتى نزل القرآن من عند الله، يعلم رسوله ويعلم المرأة ويعلم البشرية أجمع بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من سمع سمعه الأصوات. الأصوات كلها يسمعها الله، إن الله يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويدري أحوالنا. لماذا تقول السيدة عائشة هكذا؟ تقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع كلام المرأة ويخفى علي بعضه، والله يسمعها من فوق سبع سماوات. سبحانه وتعالى والله يسمعها من فوق سبع سماوات. وفي الآيات التالية إثبات لصفة السمع لله جل في علاه، وينزل القرآن ويقول سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. ويأتي لها بالحل ولأمثالها. أنا أرى في كلام هذه المرأة إصلاح اجتماعي لهذه الأسر. هذه المرأة لو وقعت في يد محامي في مثل هذه الأيام، قالت: زوجي طلقني، لقال لها: ائتني بالأوراق واذهبي نلتقي عند الشهر العقاري، ولكن نفقت متعة ونفقت كذا ونفقت كذا، وسنخرب بيته ونشرده ولا يكون له مكانا إلا في المعتقلات. تشرد الأولاد والأسر، ولكن هذه تقول: زوجي أبنائي أهم في حاجة إلي وحاو في حاجة إلى أبيهم، اعلموا يا قوم. أيها الإخوة الأعزاء، يقول جل في علاه: إن أنزلناه في ليلة القدر. وهذه الليلة لها شأن كبير، وما أدراك ما ليلة القدر؟ كأنك تقول: جاء الرئيس. وما أدراك ما الرئيس؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ومعنى هذا أو سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل في بني إسرائيل حمل السلاح في سبيل الله ألف شهر،
يجاهد في سبيل الله، أو قالوا يقوم ليلها ويجاهد نهارها. فتعجب الصحابة لذلك، أين نحن من هؤلاء؟ فنزل قول الله إن أنزلناه في ليلة القدر، إلى أن قال ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. وبعد، العبادة فيها في هذه الليلة خير من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. العبادة في ألف شهر لها فضيلة، وعبادة الله في ليلة القدر لها فضيلة، وفضيلته أعظم من الألف شهر التي عبدت الله فيها، هكذا ينوه الله بشأنها. خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، تنزل الملائكة وفيه إشارة إلى مكانة الملائكة، فالملائكة ينزلون في الأماكن المباركة ويلتمسون أهل الصلاح وأهل الفضل. مكانة الملائكة، الملائكة لا تدخل إلا البيوت الصالحة وتنفر من البيوت التي امتلأت بالمعاصي. الملائكة تنزل إلى البيوت وتسكن في البيوت التي يصلى فيها ويقرأ فيها القرآن ويصلى فيها على خير الأنام، والتي فيها صلة الأرحام، والتي فيها الصلاح. أما البيوت التي فيها المعاصي لا تدخلها الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب. الملائكة تتلمس حرق الذكر، تنزل الملائكة والروح فيه، الروح وجبريل. ولماذا ذكر بعد أن ذكر الملائكة وهو من جملة الملائكة؟ فهذا ما يسمى بذكر الخاص بعد العام للدلالة على مكانته. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وأين ليلة القدر؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بليلة القدر، فوجد رجلان يتلحان في المسجد فنسيها رسول الله وقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وتكون وترا في الليالي الوترية. ونحن لا نعلم أين الليالي الوترية، لأن غيرنا سبقنا بصيام يوم وتأخرنا نحن بصيام يوم. فمن الأحوط أن يقوم الإنسان الليالي العشر حتى يصادف ليلة القدر. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي فماذا أقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كلام وجيز ويحمل معاني كثيرة، براعة الاستهلال. إذا دخلت على الله ولك حاجة فيجب عليك أن تتذلل بين يديه، يا غفور اغفرني، يا رحيم ارحمني، يا رزاق ارزقني. أنت عفو وأنت تحب العفو، ونحن في حاجة إلى عفوك يا رب فاعف عنا. والعفو إذا عفى الله عن الإنسان لا يؤاخذه بشيء، يغفر له كل شيء. قال سبحانه لخاتم الأنبياء والمرسلين عفى الله عنك لما أذنت له، وأمره وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. اللهم لا تجعل لهذا جمع ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته،
ولا غائبا إلا رددته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وفي كل مكان وفي فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المظلومين في فلسطين، اللهم قوي شوكتهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين وقادتهم المجرمين وأعوانهم الظالمين وأذنابهم المنافقين ومن صار في ركابهم ورضي بأفعالهم وأعانهم على ظلم المسلمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لي ولكم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.